مولانا، قبل ما نتكلم عن المحادثة والجدال الطويل وهذه القصة والمشهد العظيم اللي جمع سيدنا موسى بفرعون، نتحدث أولاً عن المكان، الموقع اللي شهد هذه المحادثة العظيمة اللي القرآن كررها حتى في أكثر من مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذه الأحداث وكأنها حدثت في منطقة واسعة من ما نسميه الآن الوجه البحري وجزء من بدايات الصعيد، لأن الصف كانت هي وميتراهينة. ميتراهينة دلوقتي كانت هي منف القديمة. قصر فرعون كان في هذه العاصمة، لكن لأنه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فهذه معناها أنه كان يتنقل في أكثر من مكان. ولكن قصره ومكانته وعاصمته هي في منف، ومنف هذه في هذه المنطقة. هذا هو المكان الذي دخل فيه موسى وهارون، يعني دخل فيه أولاً موسى مع زوجته، ولما دخل موسى مع زوجته دخل بالليل حتى لا يراه أحد ولا يصطدم مع أحد، وذهب على طول إلى أمه. أمه هي أم النسبية، وكما قد نكون ذكرنا قبل هذا أنه كان يعلم أنها أمه الحقيقية، وهذا أخوه هارون. بنو إسرائيل حينئذ هناك تقديرات كثيرة جدا حول عددهم، وأنهم كانوا نحو 600,000 ويزيدون، وده رقم يعني كبير جدا. لكن أيضا هناك أرقام مبالغ فيها في جيش فرعون مثلا كما سنرى. فإذا بنو إسرائيل ممكن أن هم يخفوا موسى، وممكن أن هم يحوطوه باعتباره واحد منهم إلى أن يتم الأمر. في الجانب الآخر كان هناك حب عظيم مع قلق شديد في قلب فرعون تجاه موسى. فأنت عارف لما الواحد يبقى يكره إنسان وأنه يتخوف منه وكأنه ينزله منزلة العدو، وبعدين يجي يزوره في مكتبه لكنه هو يحن ليه، فيقول للسكرتير طب دخله، بالرغم أنه قلق منه، بالرغم أنه بيعتبره عدو ليه، بالرغم من كذا، إلا أن قلبه بيحركه. فاللي حصل أنه سيدنا موسى نزل على أمه ونزل في بني إسرائيل، وعلشان يتصل بأخيه هارون ويحكي له ما حصل، وهارون في نفس الوقت أوحي إليه قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. أول ما قال له قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أوحى الله إلى هارون، فهارون عارف الخبر قبل موسى. صحيح. ما يجيله علشان لما جه لقاه نبي. طيب مولانا، في هذه الجزئية بقى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نعم. هنا كمان نفس الخوف لما سيدنا موسى راح لسيدنا هارون، لما وصل بقى قلب مصر بقى وحكى، أو سيدنا هارون كان عارف زي ما حضرتك قلت وتفضلت، واضح أن نفس الخوف اجتمع فيه سيدنا موسى وسيدنا هارون، الخوف من فرعون أنه هيطغى عليهم، أنه قد يعاقبهم عقاب شديد. أولاً هناك حقيقة، وهو أن فرعون أظهر لبني إسرائيل العداء. حقيقة ثانية أنه كان يذبح أبناءهم. حقيقة ثالثة أنه كان يستحي نساءهم. حقيقة رابعة أن فرعون مشهور عنه الطغيان. كان حضرتك قلت قبل كده أنه كان بيقتل بالنظر، بخائنة الأعين بس، غير ما يتكلم للحاشية بتاعته كده، اقتله ده ليه نظرة كده اهو، يعمل كده يرمش بعينه يروح يقتلوه، يبقى الراجل ضراه خلاص، خلاص صدر الحكم، ولا عدالة بقى ولا خلاف. هذا الإنسان الجبار يعني يخشى من مثله، لكن كان بقى فيه إشاعة
جري وسط بني إسرائيل أن فرعون لا يموت، واللي بيتسامع بيها برضو سيدنا هارون وسيدنا موسى من صغارهم، ويساعد عليها أنه جلس وأمد الله في عمره، لدرجة أنه هم بيتكلموا على هامان قالوا خدمه 100 سنة. طب ده دي في الخدمة بس. مظبوط، الخدمة بس. فحكاية الشعور بأنه ده مش هيموت ده مصيبة سودة. فالدكتور في بقى روايات شعبية في قصة الذهاب موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون، من بينها أنهم قعدوا قدام قصر فرعون حوالي 2 سنة عشان يقابلوه، وفي روايات تانية كتير جدا. فاللقاء حصل إزاي؟ وهل في أي روايات تكاد تكون أقرب يعني إلى الاعتماد أو المنطق؟ موسى عندما عاد، عاد وقد تغيرت هيئته شيئا ما، فلم يكن الناس يدركون أن هذا على سبيل اليقين هو موسى، في قرائن شكله لكن هو لا. ثم إن الفعل التي فعلها صدر ضده فيها حكم، اللي هي قتل المصري، صحيح، بأن الحكم ده الإعدام. طيب، ثم إنه فرعون فكر كما قلنا في حلقة سابقة أنه هو لما حكيت الجمرة والطمرة وسبب لدغة موسى وعدم فصاحة لسانه في ظنه وفي يعني اتهامه لنفسه صلى الله عليه وسلم، الحالة دي جعلت الناس ما تبلغش فرعون، وكل ما تخيلوا كده ما يقدروش يقولوا على فكرة احنا متهيألنا كده ان كأن موسى رجع، لأنه لو كان قالوها كان فرعون اهتم بذلك. فكل ان هو يقعد عند القصر ويتحكك في الداخل والخارج وكذا، دي محاولة منه لأن يخترق الحصار المضروب على فرعون من حاشيته أو من ملائه. فالدكتور ليه الأمر الإلهي صدر لسيدنا موسى وسيدنا هارون إن هم يذهبا إلى فرعون إلى رأس السلطة، مش إن هم ينزلوا إلى المصريين اللي كانوا بيتبعوا فرعون ويبتدوا يدعوا إلى الله فيما بين المصريين؟ لماذا بدأوا بتحدي فرعون نفسه؟ الغرض الأساسي من رجوع موسى كان إخراج بني إسرائيل وعودتهم إلى ديارهم. بنو إسرائيل في عصر موسى استشعروا الذل والمهانة من ناحية، واستشعروا بالخطورة من ناحية ثانية، فقرروا الرحيل، لكن فرعون لم يكن راضيا عن هذا الرحيل. ربناكم وأكلناكم وشربناكم وأنقذناكم، يبقى لازم زي فكرة التكليف كده، يبقى لازم تخدموا هذه البلد وتعيشوا من أجلها، مش إنك بعد ما تاخد خيري وتعمل الثروات دي كلها، لأنهم كانوا شغالين في الصياغة مظبوط وخدوا خبرة كبيرة في الزراعة، إنك تاخد بعضك وتمشي. بس فرعون كان شايف إن هو عبدهم يعني، وحتى بيقول لسيدنا موسى ده، نعم، بيمنوا عليه يعني، بيمنوا على سيدنا موسى على بني إسرائيل إنه عبدهم، أنا يعني عبدت بني إسرائيل. نعم، فإذا كان غرض موسى هو إخراج بني إسرائيل، مش دعوة المصريين، مش دعوة المصريين، مش دعوة المصريين. ولذلك هو ذهب إلى فرعون علشان يأخذ منه التصريح صحيح الذي به الخروج. فمكلف ينقذ بني إسرائيل من العذاب المهين اللي كانوا فيه على إيد فرعون، ويروح ثم يهديهم إلى الله. مظبوط، ولكن هذا محصور في بني إسرائيل. نعم، فكرة العالمية دي ما جاتش إلا مع محمد عليه أفضل الصلاة، عليه الصلاة والسلام، رحمة للعالمين. نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس، الفكرة دي، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة. نعم، وأرسلت إلى الناس عامة. اللهم صل، أدي الفرق ما بين القضيتين. نعم، طيب.